التكنولوجيا مهمة؟ طبعا التكنولوجيا مهمة، ليها فوائد من هنا لحد المريخ أكيد، بس ليها مخاطر؟ طبعا ليها مخاطر، ليها مخاطر متعلقة بنقل الشائعات طول الوقت، ليها مخاطر زي أنه الذكاء الاصطناعي بقدر ما هو مفيد بقدر ما هو مخيف. طيب خلونا نحاول نفهم أكتر، إحنا بقى الدولة إزاي تقدر تتصدى لهذه المخاطر. سيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، منورنا ومشرفنا. مساء الخير. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. استوديو نور النهارده. ربنا يخليك، ده بنورك دايما. التكنولوجيا بتخوف زي ما ليها فايدة. صحيح. إلى أي مدى تخوف؟ طيب خلينا أقول لحضرتك وبتفق معاك في البداية إن التكنولوجيا بشكل كبير جدا بتعمل على تحسين معيشة المواطن والتأكيد على إن منظومة التحول الرقمي هتعيد الثقة بين المواطن والحكومة في المرحلة المقبلة. لذلك طبعا عاوز أأكد بس سريعا قبل ما أخش على المخاطر والسلبيات إن الدولة المصرية، وأنا بشوف ده قريص صلاة البرلمان، داعمة بشكل كبير جدا، والقيادة السياسية في كل لقاءاته وحواراته بيأكد على دعم منظومة التحول الرقمي. صح. ورقمنة الدولة المصرية والأجهزة التنفيذية أو القطاعات التنفيذية، وإحنا بدأنا دلوقتي بشكل كبير جدا الحقيقة بتطبق منظومة التحول الرقمي في أكثر يعني عدد من المحافظات. النهاردة دخلنا على الصعيد والدلتا بشكل كبير، مش القناة بس. ويمكن عاوز أقول إن المبادرة الرئيسية حياة كريمة، محدش واخد باله من دي، سهلت الأمر أكتر، لأن النهاردة خدمات الألياف الضوئية بتوصل للقرى والعزب والنجوح. صح. وإحنا شاهدنا ده ونزلنا جولات ميدانية كلجنة، شفنا ده في القرى والعزب والنجوح لما شالوا الكابلات النحاسية وركب فايبر. إن شاء الله بقى ده هنشوفه في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في حياة كريمة.